أيها الأخوة والأخوات، هذا اللقاء الذي ينعقد اليوم والذي بادر إليه الأخوة في الرباط الأخ محمد غلام وأخوانه والأخ الرئيس السيد الوزير والأستاذ أبو عبد الرحمن منير الأمين العام لهذا الائتلاف. هذه المبادرة تكرس وتعكس مرحلة جديدة في شراكة الأمة مع القضية الفلسطينية. يجب أن تكون رسالتنا جميعاً أن دور الأمة بعد سيف القدس ليس كما كان قبل سيف القدس، ففلسطين وغزة فعلت وقدمت كل ما تملك من أجل القدس ومن أجل مواجهة هذا الاحتلال، والآن جاء السؤال: ما هو دور هذه الأمة؟ غزة المحاصرة المجوعة التي تتألم من جراحها فعلت المستحيل من أجل تحرير